منذ مداهمة مياه الأمطار للبيوت والأسواق في مختلف مناطق المملكة وخاصة في العاصمة عمان. نتواجد الآن في سوق أو شارع البتراء بالتحديد في وسط البلد بالعاصمة عمان والقريب من المسجد الحسيني. هذا السوق الذي كان له الحصة الأكبر في الأضرار التي لحقت في هذه المحال التجارية، ويعني تلف العديد من المقتنيات المحال التجارية في هذا السوق خاصة. طبعا تقدر عدد يعني أو حجم الخسائر الأولية ما يقارب أو يجتاز حاجز 5 ملايين دينار حجم الخسائر في هذه المحال التجارية. حجم الأضرار التي لحقت بهذه المحال التجارية بعد مداهمة مياه الأمطار يعني والسيول الجارفة التي دخلت إلى هذه المحلات التجارية. سوف نلتقي بصاحب هذا المحل. وين صاحب المحل؟ يعطيك العافية. الله يعافيك، حياك الله. تعرف عليك بالبداية. عماد البواب. نعم، تحكي لنا يعني شو اللي صار امبارح، كيف مياه الامطار يعني دخلت، هل بكميات كبيرة يعني ارتفع منسوب المياه داخل هذا المحل؟ ارتفع منسوب المياه بالشارع أكثر من الرصيف، وما في خلال ثواني مداهمتنا المياه على ارتفاع المبين عندك، فرجي الارتفاع المبين على هوا الاشوال. زميل محمد تدخل لقدام شوية. أكثر من متر المحل أوطى من الشارع. متر، نعم. متر، وهي واضح قدامك تصويره وتقدر تتفرج عليه، داهمت المياه كامل المحل. دمار كامل، وزي ما أنت تشاهد البضاعة هي قدامك، ارتفاع المياه، الاشوالات كلها هاي الآن صالحة للاستهلاك. كلها اتلاف على المزبله. يعني البضاعه الموجوده في هذا المحل بقوليات واعلاف و بقوليات واعلاف وكل البضائع اتلاف على المزبله، يغلف على الدفاع المدني اللي كان اجانا بعد ما سمع ندانا، وسياراتنا هلا بتنزل وبتشوفوها قدامكم مغموره كامل بالمياه بارتفاع 5 متر بمنطقه اوطى من هاي. على حسب مثلا تقديرك كم يقدر عدد الخسائر داخل هذا المحل؟ 70,000 دينار قدرناه امبارح ولسه المبين مش مكشوف. نعم اعزائي المشاهدين، 70,000 دينار ذهبت خلال دقائق نتيجة عدم يعني صيانة هذه المناهل الموجودة داخل هذا الشارع يعني، والكثير من المحلات المجاورة التي ألحقت فيها أضرار كبيرة وخسائر نتيجة مداهمة السيول ومياه الأمطار لهذا الشارع، شارع البتراء، وايضا الشوارع الاخرى من شوارع وسط البلد والاسواق والعديد من المحال التجاريه، والتي يقدر عدد المحلات التي تضررت ما يقارب 200 محل تجاري تضررت بالكامل، وتسببت مياه الامطار بدمار كامل بالممتلكات والمقتنيات هذه المحلات التجاريه. دمار كامل، ما ظلش شيء، ما فيش ورق، كل مشكله ورق، ومحل جمله يعني ما بتحكي يعني انت كونه هذه المحل للدفاتر والكتب مكتبه كله يعني كله ورق كله, كله, كله انبل يعني وذهب للاتلاف وطيني، المشكله طينه يعني. هسه احنا بنبدو يعني مش عارفين وين منتجه، لا اجت لجنه امانه، لا اجت دفاع مدني، لا اجى مثلا، فيش حدا، مش عارفين وين نروح، مش وين نعمل. انت كونك صاحب مال تدفع مثلا ايجار، تدفع ضرائب للسنويه، نعم، لامانه، نعم، عمان، مثقفات، غيره. اكيد كله بندفع، والبدوميه كله بندفع. مقابل هذا هل هناك خدمات ولا في شيء اسمه خدمات؟ اقول لك انا لو بدي احكي يعني احنا عشان يجينا موظفين الامانه اقول دفعنا عشان يعني تحدثنا عن المناهل، يعني هل مناهل تطالب لا يوجد مناهل؟ اعزائي المشاهدين يعني خلال هذه الجوله لا يوجد مناهل يعني شبيهه بالمناهل المنزليه حقيقه، يعني لا تكفي ولا لا ضعيفه ولا يعني لا تقدر ان تتحمل كميه المياه الكبيره، مناهل صغيره يعني لا تتحمل هذا الكم الكبير من المياه. يعني يطالبون باعاده البنيه التحتيه داخل هذا السوق يعني التجاري الذي يكتظ بالمحال التجارية التي تدمرت بالكامل نتيجة المياه. طبعا هنا نشاهد هذه الأوساخ والوحل والذي جرف مع المياه وسيول مياه الأمطار التي تجمعت هنا في هذا السوق. سوف ندخل إلى هذا السوق، يبدو أنه منخفض قليلا، نعم، الذي يوجد فيه عدد من المحلات. سوف نحاول ان نرصد حجم الخسائر هنا ايضا. نعم، هون الخراب لبيوت. نعم، هون. تعرفنا على حضرتك بالبدايه، انت صاحب احد المحلات؟ المستودع هذا والمطعم. انت محلك المطعم هون؟ المطعم والمستودعات تبعه. بدايه حين مداهمه مياه الامطار، كم ارتفع منسوب المياه في 3 متر ونص
3 متر ونص البدايه. ثواني المجاري كلها مسكره في الشارع، ما في تنفيذ، ما في بالمره. نزلت من هون ونزلت من الشارع قريش علينا المي، نزلت من الدرج هذا ونزلت من باب الكراج. يعني هذا مطعم اللي الكاميرا صار؟ نعم صار خرابه. تفضل. ها تدمر بالكامل هذا، تدمرنا هيك، ما في شيء، ولا شيء طالع ولا شيء نازل ولا ظل في شيء سليم. الحمد لله رب العالمين. يعني نتحدث عن منطقة وكارثة، ومنطقة من كوبا وكارثة هنا حلت في هذه الأسواق التجارية، وبالتحديد سوق شارع البتراء. شارع البتراء، مجمع المفتي، باسل المفتي، حتى المجمع المفتي تدمرت. نعم تدمرت هنا الألبسة. طلع هذا المستودعات، هذه كلها طلعت من جوات المحلات هاي. صور هنا، هذه ألبسة جديدة، مخزن للألبسة. كل البس جديد، يعني تقول شبالي محطوطه، كل خربت. المشكله انه يعني المشكله ما اعطتنا مجال. ثواني القضيه، قضيه ثواني بس، مش دقائق ولا نص ساعه. ثواني يعني والله ما تعدت الستين ثانيه انا غرق المنطقه هاي، من الشارع هذا ومن الشارع هذا. شو رايك بعد ما دفقت المي من شارع منطقه عبدون ومن شارع من شقه جبل الحسين من ورا الجامع جبل عمان هذا، شو شارع البتراء، نزلت عن الدرج المي بقوه غريبه. يعني احنا سياراتنا واقفه بتغرق ونتفرج عليها، مش مستجرين ننزل. سياره هيها 2015 وباص كانت واقفه والله هون، ضربت هيها، هاي محلها، رفعتها المي. تخيل هذا المنظر، انت سياره ترفعها المي وتضرب هون وتتكسر. هنا اعزائي المشاهدين في احد الكراجات، طبعا نتحدث عن سكراب، يعني السيارات فوق بعضها هنا، دمار كامل الى يعني السيارات طبعا دمرت بالكامل. هنا ما يقدر طبعا هنا 8 سيارات فوق بعضها. يعني الكاميرا هي يعني توضح مدى هذه المشكله، ولا بنجيب شيء من دارنا. الخراب والدمار وخراب بيتنا واضح. هاي سياره والله لسه خراب بيتنا فيها، والباص تبعنا برضه سحبوه وطلع. شو ما في يعني مش قادرين. شو نحكي؟ وين هم طيب؟ وين هم؟ طيب خرب بيتنا، بس الأمانة تيجي على القليل الساعدة تنظف. السيارة دمرت بالكامل. هاي هاي نعم. صافة عندي. هذه اللي ضربت في وين؟ ضربت في سقف من المي، من قوة المي. كانت متجمعة هنا في هذا الكراج. كان مصفوفة كل سيارات بمحلها. ارتفع منسوب المياه، يعني نشاهد على الحائط تقريبا 3 متر. نعم. ناصر يعطيك العافية. الله يعافيك يا سيدي. أحد أصحاب السيارات. نعم. نعم أنا أصحاب السيارة، السيارة البيضاء الهندية. صار بالضبط يعني احكي لنا أنت، صفيت هون وتركتها ولا كيف؟ لا أنا إحنا عادة كلنا بنصف هون، بس المي اللي نزلت ما كان لها تصريف من فوق أصلاً، من الأساس من فوق. نعم. كل المي كانت تنزل من وين؟ بين الجبال، من الجبال ومن الشوارع كلها. تحدث عن تجمع للمياه الآتية من المناطق المرتفعة وتجمعت في هذا السوق المنخفض. ايش هذا كله؟ لأنه ما في تصريف مجاري، ما في نهائيا من فوق. في تصريف؟ نهائيا نهائيا، احنا من امبارح. والله أيام السيل، أنا بقول لك أيام السيل ما كان مش فيش شارع قريش كان، أنا عاشرته، كان عمري 12 سنة. وكنت أشتغل في مطعم إنه ننزل نغسل على العيون، وكانت تفيض العيون وتطلع، ما كان يصير فينا هيك. لكن بال 2016 يصير فينا، 2015 اخر ال 2015 يصير فينا هيك. وين هم؟ وين المناهل؟ وين اللي بدهم يجوا ينقذونا؟ الدفاع المدني اجى على راسي وعيني وما قصر، والميكانيات والله ما قصروا. الدفاع المدني اجوا وظلوا يشتغلوا لل 10 في الليل ونضحوا المي، لكن تطلع المصايب اللي ظلت. دمار كامل. وين نروح احنا؟ لمين نروح؟ لله سبحانه وتعالى، على راسي وعيني. لكن في حكومه وفي من يتحمل المسؤوليه؟ في امانه عمان، احنا في امانه عمان، احنا مرخصين في امانه عمان، وبندفع مثقفات لامانه عمان، وبندفع شو اسمه هذا، بدل نفايات كانت 20 ليره صارت 163 ليره. المحل اللي شفته خربان بيته باخذ نفايات 163 ليره. اعزائي المشاهدين، هذه نهايه الجوله التي كنا فيها من شارع البتراء بوسط البلد، ورصدنا حجم الخسائر الكبير والمأساوي للاسف، والتي قدرت بملايين الدنانير.